بريطانيا تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين في اليمن. حركة السترات الصفراء تعتزم التظاهر اليوم مجددا ضد السياسة الاقتصادية الفرنسية. رئيسة النواب الأمريكية تجدد معارضتها لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. العاشرة صباحا، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم، والبداية من ملف الأزمة اليمنية. طرحت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن. هذا وتوقع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل. وبحسب مسودة القرار، ستطالب بريطانيا برفع عدد المراقبين من 16 إلى 75 على الأقل لنشرهم في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف و رأس عيسى لفترة أولية مدتها 6 أشهر. قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث إن الجولة الجديدة من المفاوضات اليمنية قد تعقد في الشهر المقبل. وأوضح في تصريحات صحفية أن المفاوضات ستركز على الجانب السياسي من حل النزاع في اليمن. كما أشار إلى أن تعثر المفاوضات في الوقت الراهن، خاصة أو إلى تعثرها بعد حادث معسكر العند، وذلك قد يعمل على إعادة المناقشات إلى المربع الأول. أعلن التحالف العربي تدمير شبكة اتصالات عسكرية لميليشيات الحوثي يتم من خلالها التحكم بالطائرات دون طيار. وأكد التحالف في بيان أن تدمير شبكة الاتصالات يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تحيد العمليات الإرهابية للميليشيات وتحقق الأمن الإقليمي والدولي. كشفت مصادر رسمية يمنية عن دور النظام القطري في دعم وتمويل ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وقالت المصادر إن قطر تعمل بشكل متعمد على تقويض جهود حكومة عبد الملك من خلال زعزعة الأمن والاستقرار وتمويل عمليات التخريب والهجمات بالمناطق المحررة في اليمن. وأوضحت المصادر اليمنية أن الهجمات الأخيرة في المناطق المحررة تحمل بصمات الدعم القطري التخريبي في البلاد، مشيرة إلى أن الدوحة تكثف الحرب الإعلامية والتحريضية ضد اليمنيين عبر استهداف قوات الشرعية التي تخوض حربا ضد الإرهاب. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى دولة الإمارات العربية في إطار زيارته الحالية بالمنطقة. وكان بومبيو قد بدأ جولته يوم الثلاثاء الماضي بزيارة الأردن، حيث التقى العاهل الأردني ثم توجه إلى العراق وبعدها إلى مصر ثم البحرين. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستشارك في قمة دولية حول الأوضاع في الشرق الأوسط والتصدي لخطر إيران. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن القمة ستركز على ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع على الاستقرار في الشرق الأوسط. من المقرر أن تعقد القمة في منتصف شهر فبراير المقبل بالعاصمة البولندية وارسو. قال السفير محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية لإكسترا نيوز إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد قمة بيروت الاقتصادية التنموية. طبعا الاستعدادات ماشية على قدم وساق. هذه القمة الحقيقة قمة مهمة. مهمة لأكثر من سبب. أولا إن هي رغم إنها القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة
انما في فارق زمني ما بينها وما بين القمة السابقة اللي كانت عقدت في الرياض في عام 2013. يعني بنتكلم على يمكن حوالي 6 سنين لم تعقد هذه القمة بالدرجة الأولى، يمكن نتيجة الظروف اللي كانت بتمر بيها المنطقة. فكان من المهم يعني في هذه المرحلة أنه تنعقد القمة، خاصة وأنه الموضوعات اللي هتناقشها القمة اللي هي حصرا الموضوعات ذات الصبغة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لأن القمة لا تناقش موضوعات سياسية على غرار القمة العادية اللي بتناقش كافة موضوعات العمل العربي. فقمة بيروت مخصصة لهذه النوعية من الموضوعات أو المجالات. فالمنطقة طبعا مرت في السنوات الأخيرة بتطورات مختلفة في هذه الموضوعات، بالذات فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات والنزاعات المسلحة اللي مرت بيها بعض الدول، وحتى الدول اللي لم تشهد نزاعات مسلحة ولكن بشكل أو بآخر كان في تداعيات اقتصادية واجتماعية عليها. أفاد تلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية وأسقطت عددا منها، هذا وقد سمع دوي انفجارات فوق سماء العاصمة السورية دمشق. وأشار التلفزيون السوري إلى أن نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات بالقرب من مطار دمشق. في سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن قرابة 2000 شخص ما زالوا عالقين في آخر جيب خاضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا. وقال الناطق باسم المفوضية إن الفارين من المنطقة تحدثوا عن أوضاع بائسة أخذة في التزايد مع تقلص الخدمات والارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية الأساسية. أعلنت حركة السترة الصفراء الخروج في احتجاجات اليوم السبت للأسبوع التاسع على التوالي، ودعت الحركة المواطنين في باريس وليون ومرسيليا ومدن أخرى إلى المشاركة في الاحتجاجات. ومن جهتها توقعت وزارة الداخلية الفرنسية أن يشارك نحو 50,000 شخص في احتجاجات اليوم، محذرة من تسلل عناصر متطرفة إليها. في سياق متصل، تدنت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 23% حسب الاستطلاع السنوي العاشر لمركز البحوث في باريس. وقال المركز إن ماكرون بوصفه رئيسا شابا فقد ركز حملته الانتخابية على نشر التفاؤل وإعادة الثقة لدى الناس، ولكنه أخفق حتى الآن، فتراجعت نسبة تأييده 13 نقطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، أشار الاستطلاع إلى تصاعد شعبية ماري لوبين زعيمة اليمين المتطرف ورئيسة حزب الجبهة الوطنية بمعدل 8 نقاط كاملة. هذا وقالت السلطات الفرنسية إنها تعتزم نشر نحو 80,000 من قوات الأمن يوم السبت في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات بسبب احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت منذ نحو شهرين.
ازدادت حالة من الغضب في الأوساط السياسية المعارضة في تركيا جراء استغلال رئيس البرلمان بن علي يلدرم الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان على تويتر للدعاية لنفسه في الانتخابات المحلية المقبلة التي رشحه فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم على مقعد مدينة إسطنبول. كان يلدرم قد نشر قبل يومين سلسلة تغريدات على الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان قال فيها إنها جهود بذلت للارتقاء بمدينة إسطنبول. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يفرض حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد في الوقت الحالي، وأكد ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء حول أمن الحدود أنه لن يتسرع في إعلان الطوارئ وسينتظر تحرك الكونغرس لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي نانسي بيلوسي إنه يجب إنفاق الأموال على حماية الحدود وتأمينها وليس على بناء الجدران، وأوضحت أيضا في حديثها أن هناك فكرة أفضل بشأن كيفية تأمين الحدود وهي القيام بذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية الذكية التي من الممكن أن تؤدي المهمة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل في خطابه الأخير خصومه الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسما من الإدارات الفيدرالية في البلاد. أصبح الإغلاق الذي يشل جزءا من الإدارات الفيدرالية للحكومة الأمريكية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم 22. المزيد في سياق هذا العرض. قتل 12 مدنيا في هجوم شنه مسلحون متشددون على إحدى الأسواق التجارية في بوركينا فاسو، وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 30 مسلحا فتحوا النيران على المارة في سوق تقام أسبوعيا. وقال شهود عيان إن المهاجمين قاموا بالسطو على محلات تجارية وإضرام النيران في أخرى. وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ في عدة مقاطعات شمال البلاد بالقرب من الحدود مع مالي وسط تصاعد الهجمات في الأشهر الأخيرة. لقي 16 شخصا مصرعهم بالإكوادور جراء حريق أتى على عيادة متخصصة في علاج الإدمان، وأعلن مصدر بالدفاع المدني هناك عن إصابة عدد من الأشخاص في حادث الحريق وتم نقلهم إلى المستشفى. ووقع الحريق في مدينة جواكلين الساحلية جنوب الإكوادور. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم كافة الحوافز الممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وخلال لقائه رئيس قطاع الإنتاج في العالم لشركة مرسيدس بنز ماركوس شيفر أكد مدبولي على اهتمام الرئيس السيسي باستقطاب الشركات الكبرى للعمل بمصر. من جانبه أكد شيفر أن شركة مرسيدس تتطلع لاستئناف العمل في مصر قريبا وإنتاج موديلات إضافية، مشيدا برؤية الحكومة المصرية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، مؤكدا أن تلك السيارات هي مستقبل صناعة السيارات في العالم.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة وتسارع معدل النمو الذي يصل ل 5.3% هذا العام. وخلال لقائه نائب المستشار الألماني وزير المالية أولاف شولز، أعرب مدبولي عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي. كما طلب رئيس الوزراء من المسؤول الألماني الدعم من أجل استئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصري والألماني، بما يخدم الأهداف الإنمائية التي يسعى البلدان لتحقيقها. تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، بالإضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي. دائما ما توصف العلاقات المصرية الأردنية بأنها نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، فضلا عن كونها متجذرة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا. ففي كل مرة كانت مصر تخطو خطوة نحو الأمام لتعزيز العلاقة مع الأردن، كان يقابلها خطوات مماثلة من الجانب الأردني. فلم يحدث أن خلت الأجندة المشتركة بين البلدين من جهد متواصل لبقاء هذه العلاقة في تميزها. كثيرة هي تفاصيل التميز والاختلاف في الحالة المصرية الأردنية، فليس أدل على ذلك من الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، آخرها زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للقاهرة في مارس الماضي لتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي بشأن عدد من القضايا. ملفات عدة يتعاون فيها البلدان بشكل كبير، وتتوافق فيها وجهات النظر للقيادة السياسية لكليهما، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان السورية والعراقية وملف الإرهاب. وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخما كبيرا مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهي اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية والأكثر انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل على إزالة العقبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أفاق أرحب.
عسكريا تتشارك القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من التدريبات والمناورات، وفي مقدمتها التدريب المشترك العقبة، والذي يهدف إلى تنسيق العمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها. وزير الخارجية سامح شكري اليوم نائب وزير خارجية اليونان تيرينس كوبك، وذلك بمقر وزارة الخارجية. يناقش اللقاء آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير أطر التعاون بين البلدين. أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين حصولها على حق بث مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس العالم المقام حاليا بألمانيا والدنمارك. وأشارت الشركة إلى أن بث مباريات المنتخب سيكون على قناة النيل للرياضة فضائيا وموقع يلا كورة أونلاين. وتؤكد شركة بريزنتيشن سبورت حرصها على مساندة ودعم منتخب اليد الوطني لتحقيق إنجاز عالمي تحت أعين الجماهير المصرية صاحبة الحق الأصيل في منتخباتها. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنتزع فيها شركة مصرية حق بث إحدى بطولات العالم كأسرة احتكار إحدى الفضائيات للبطولات الكبرى في مختلف الألعاب. فاز منتخب السويد لكرة اليد للرجال على نظيره المصري ب 27 مقابل 24 في اللقاء الذي جمعهما ضمن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.
وكانت منافسات اليوم الثاني قد شهدت فوز المنتخب الأنجولي على نظيره القطري 24 مقابل 23، في حين فاز المنتخب المقدوني على نظيره الياباني ب 38 مقابل 29، فيما تعادل كل من روسيا وصربيا ب 30 هدفا لكل منهما، كما تعادل الأرجنتين والمجر ب 25 هدفا لكل منهما. أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إقالة الألماني بيرند شتانغا مدرب المنتخب الأول وتعيين فجر إبراهيم بدلا منه. جاءت الإقالة عقب الهزيمة التي تلقاها المنتخب السوري في بطولة كأس آسيا بالإمارات أمام الأردن بهدفين مقابل لا شيء. أعلن البريطاني أندي موراي أحد الأربعة الكبار في كرة المضرب اضطراره للاعتزال هذا العام بسبب الآلام التي يعاني منها في الفخذ. وكشف موراي في مؤتمر صحفي لم يتمكن خلاله من حبس دموعه أنه يرغب في أن تكون مشاركته الأخيرة على الملاعب في بطولة ويمبلدون الإنجليزية في يوليو المقبل، إلا أن وضعه البدني قد يضطره للتوقف بعد بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل. يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. بريطانيا تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين في اليمن. حركة السترات الصفراء تعتزم التظاهر اليوم مجددا ضد السياسة الاقتصادية الفرنسية. رئيسة النواب الأمريكي تجدد معارضتها لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. نهاية هذه النشرة، للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.